هل يصلي المسافر السنن؟ والإجابة على هذا السؤال أن المسافر يصلي ما شاء من النوافل، ولا يسن له ترك شيء من النوافل إلا السنة الراتبة القبلية والبعدية لصلاة الظهر، والسنة الراتبة لصلاتي المغرب والعشاء. يبقى السنة الراتبة اللي قبل الظهر واللي بعد الظهر، لأن طبعا صلاة الظهر لها 6 ركعات سنة، إيه؟ سنة مؤكدة. والسنة البعدية التي بعد المغرب، والسنة البعدية التي بعد الإيه؟ العشاء. أما ما عدا ذلك من السنن فإن المسافر يصليها. فقد روى مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الفجر في السفر، صلى راتبة الفجر في الإيه؟ في السفر. وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، صلى الضحى 8 ركعات في مكة يوم فتح الله عليه مكة، رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صلى الضحى من النوافل، فصلاها النبي وهو مسافر 8 ركعات كما روى الإمام البخاري وروى الإمام مسلم. وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في السفر، صلى الوتر في السفر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. إذن الرواتب حينما نتأملها أو حينما نتأمل ما جاءت به السنة في النوافل، ويتبين لنا أن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تصلى، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى مثل سنة الفجر، سنة الوتر إذا أراد الإنسان، دي سنة مؤكدة. إذا أراد الإنسان هو يقيم الليل أو يصلي مثلا في الليل، أو أن يصلي الضحى، أن يصلي تحية المسجد، يعني حتى النفل المطلق، يعني أي نفل الإنسان يريد أن يصليه يصلي، لكن لا يصلي السنة الراتبة، معناها السنة المترتبة عليه على فريضة، تكون قبل الظهر بعد الظهر وهكذا.